جاس ممزق، ولكن تم إنقاذه بدرجة ما بعد وجود حكومة السيد السوداني الذي يعني عمل بروح الدستور وليس بالدستور كاملا. اليوم الدستور يقول أن رئيس الوزراء هو الذي يمثل سياسة البلد، ليس الإطار وليست الكتل السياسية من تمثل السياسة الخارجية للبلد. اليوم الرواية الحكومية هي التي تنفذ على كل العراقيون. الرواية الحكومية تقول ليست هناك تفجير، هو عمل قد يكون حريق أو تفجير داخلي قد يكون أو عمل تخريب. اليوم الرواية الحكومية وخلية الإعلام الأمني قالت أنه ليس بتفجير، ونقطة لا سطر. نحن كمراقبين سياسيون نتفق مع هذه النقطة. أما بخصوص ما قلتيه للأخوة الأعزاء، بخصوص زيارة السيد السوداني، أنا أقول شيء واحد. السيد السوداني جمع كم من المعلومات منذ 21 عام، وعلم من أين تؤكل الكتف. عرف ماذا تريد أمريكا من العراق وماذا تريد بغداد من واشنطن. ذهب وأول زيارة تستغرق 7 أيام. أي رئيس دولة بالعالم لم يزر الولايات المتحدة 7 أيام. هذا تاريخ الولايات المتحدة موجود للكل. فذهب إلى كل صغائر الأمم وكبائرها. أول شيء يخص المواطن العراقي هو اجتماعه مع الخزانة الأمريكية لغرض تحرير الدولار وعودة سعر صرف الدولار للعراق. نعم. وعدم محاصرة المصارف العراقية. محاصرة المصارف العراقية أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى اليوم وقوع اليوم في الشباك من قبل الفقير لولا السلة الغذائية التي توزع من قبل وزارة التجارة. فأنا أعتقد أول عمل قام به هذا الرجل هو السيطرة على قضية الدولار العراقي. والثاني يعني لديك سؤال آخر لو أكمل؟ لا لا أكمل سيد جاسم. نعم تفضل. يعني اليوم اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي وقعت عام 2008، اليوم العراق ذهب إلى واشنطن وقال بضغط سن قاطع أنكم لم تتدخلوا في العراق منذ 2008 إلى 2024 إلا في الأمن. لم تتدخل لا في الثقافة لا في النقل لا بالنفط لا بالغاز لا بالاقتصاد. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية وافقت السيد السوداني، وقعت 18 اتفاقية على أن تدخل الشركات الأمريكية، ومن ثم يبدأ العمل بهذه الشركات من ضمنها إعادة البنى التحتية وإعادة منظومة الكهرباء والنفط والغاز. شرط واحد على أن يكون السيد السوداني ضامن لهذه الشركات. نعم. بعدم تدخل لا من هذا الفصيل ولا من ذاك الفصيل. فأنا أعتقد اليوم الولايات المتحدة تنتظر ما هي الإجابة التي تأتي من بغداد. هل بغداد فعلا تستطيع توفير أجواء آمنة، يعني توقيع اتفاقيات عسكرية تصل إلى 850 مليون دولار. نعم. وهناك طائرات جت مجانا إلى العراقيون، وسوف تفتح هناك معامل كبيرة لإصلاح الأسلحة العسكرية وتصنيع الأسلحة العسكرية، فهذه أيضا قواتنا. وهناك شيء مهم جدا هو دراسة الانسحاب حلف النيتو وليس الولايات المتحدة الأمريكية. على كل كانت زيارة موفقة، وننتظر البرلمان كواجهة تشريعية يحق له السماع من السيد السوداني، ولكن السيد السوداني مسؤول عن السياسة الخارجية ويطبق ما يجري في الدستور.